بعد جدال وخلافات وصلت لحد فرض عقوبات اقتصادية، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق مع برلين حول خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، ينص على إمكانية فرض عقوبات على موسكو ويسعى لتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا. تفاصيل الاتفاق كشفت عنها مسؤولة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، وقالت عنه إنه جاء في وضع سيء لكن الحاجة إليه كبيرة للمساعدة في حماية أوكرانيا. التزمت ألمانيا في هذا الاتفاق بأنه في حال حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح أو ارتكبت المزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا، فستتخذ إجراءات على المستوى الوطني وتضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة على المستوى الأوروبي، بما في ذلك عقوبات تحد من قدرات التصدير الروسية إلى أوروبا في قطاع الطاقة. أما أوكرانيا التي تعارض مشروع نورد ستريم 2 فأعربت عن مخاوفها من الاتفاق، مؤكدة أنها تجري مشاورات مع كل من واشنطن وبرلين، خاصة وأنها تتخذ من عمليات تصدير الغاز الروسي عبر أراضيها وسيلة ضغط حيوية في قتالها الانفصاليين المدعومين من روسيا، وهو الأمر الذي لن يستمر مستقبلاً بسبب عبور نورد ستريم 2 من روسيا إلى أوروبا مباشرة. لكن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن ألمانيا وعدت باستخدام كل ما يتوفر من أساليب الضغط لتسهيل تمديد مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا لمدة 10 سنوات قادمة، إضافة لدعم برلين مشاريع الطاقة الثنائية مع أوكرانيا. في المقابل قال الكريملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربا عن رضاهما لقرب اكتمال المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 11 مليار دولار حتى الآن، وذلك في مكالمة سبقت توقيع الاتفاق بين واشنطن وبرلين.